مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، تواصل معكم من جديد مع انطلاقه تحدينا الحادي عشر، والذي خصص انطلاقات الابكار المحليات الاصايل بشعارات ابناء القبائل من هنا من ارضيه ميدان التله، سباقات الهجن العربيه الاصيله مع عشاره الديوان 2024-2025 مع سن الثنايا ورحله 6 كيلومترات. أتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين بعد أن حضر ملبي بذلك الحضور الكبير بشعار رسالة بالخميس بالخلفان الرز الشمسي لقادرة بالناموس والانتصار ويهدي أهالي تاهل ذلك الحضور الكبير. فتهانينا والناموس لك يا أبو غنيم، ونذكر بأن التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات كان مع شعاري بن حسين مع السنقباسي 9 دقائق 36 ثانية 16 جزءا من الثواني. ابدا مع غياره من تنطلق مع علي بن محمد بن سيف بن حسين مع اول المراكز ولتحضر مع الصداره والقياده، اما ثانيا تندفع علاج وخالد بن لاحج بن مرزوق الحلامي، اما ثالثا من هناك رماس عمير بن عبد الله بن محمد الغفلي، وتدخلت في هذه اللحظات بدايع محمد بن حمد بن الضبيب بن سليمان الشامسي ليقدم لنا بدايع مع رابع او ثالث المراكز. رابعا تنطلق ريماس عمير بن عبد الله بن محمد الغفلي، وخامسا تنطلق امجاد خالد بن ماجد بن هزيم عالم سافري، ولكن من وصلت في هذه اللحظات لتعلن عن التواجد مع سابع أو سادس المراكز هذه الحاضرة والمنطلقة هي الضبي عيسى بن مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري، مقدما
لشعاره، ولكن سابع المراكز حضور ووصول الشاهينية خلفان بن مبارك بو خميس الشامسي، أما ثامنا لتصل وتندفع في هذه اللحظات لأتابع رهوة عبد الله بن مطر بن حاذا الاكتبي، وتاسعا اندفاعتك حال مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، وعاشرا ليختم نداؤنا الأول مع وضحى علي بن عبد الله بن هاشم بن عبد الله الشامسي. هكذا هي النتيجة، ونداؤنا الأول دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام لانطلاقة تحدينا الحادي عشر، والذي خصص للابكار المحليات الأصايل. لأعود من جديد، أعود نحو البداية والمركز الأول حتى هذه اللحظات، ينطلق بن حسين ليقدم لنا قيارة لتقير على الصدارة وتقود المسار علي بن محمد بن سيف بن حسين، يحضر بهذا الحضور الكبير مع أول المراكز. أما ثانيا تنطلق علاج وخالد بن لاحج بن مرزوق الحلامي، ولكن أمجاد مع بن هزيم تدخلت في هذه اللحظات لتغير إلى ثاني المراكز. خالد بن ماجد بن هزيم المسافري علاج ثالثا، خالد بن لاحد بن مرزوق الحلامي. أما رابعا من وصلت هي بداية محمد بن حمد بن الضيب بن سليمان الشامسي مع رابع المراكز، كوكب رباعية تتقدم مع الصدارة، تتقدم مع المراكز الأولى حتى هذه اللحظات لتحضر بهذا الحضور والإنفراد الكلي عن بقية الأسماء والشعارات. ولكن بن حسين لا زال من يقدم لنا غيارة مع أول المراكز، علي بن محمد بن سيف بن حسين، ولكن حذار يا بن حسين، أمجاد مع بن هزيم تحضر ثانيا حتى هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره. خالد بن ماجد بن هزيم المسافري هو ثالثا من تندفع في هذه اللحظات، هي علاج خالد بن لاحد بن مرزوق الحلامي، وبداية مع محمد بن حمد بن الضيب بن سليمان الشامسي. ولكني بعود، أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول حتى هذه اللحظات. غيارة يا غيارة، من تقود الأسماء والشعارات منذ الانطلاق وحتى هذه اللحظات. أمجاد وصلت لتبدأ بالهجوم والتقدم والتسلل في هذه اللحظات. خالد بن ماجد بن هزيم المسافري يشتد الصراع مع اقترابنا من لوحة التحدي للكيلو الأخير، الكيلو المثير. غيرت أمجاد، خالد بن ماجد بن هزيم المسافري ينطلق مع المركز الأول في هذه اللحظات. غيارة ثانيا علي بن محمد بن سيف بن حسين، ولكن أمجاد من تكرر أمجادها وانتصاراتها في هذه اللحظات مع المركز الأول. حذار من غيارة مشعار بن حسين من تأتي مع ثاني المراكز، ولكن الصراع الثنائي بين هذين الشعارين، بين بن هزيم وبين بن حسين، بين غيارة وأمجاد، وأمجاد وغيارة. الله الله الله، غادرت أمجاد، غادرت بالمركز الأول مع آخر 400 متر. تحضر أمجاد، خالد بن ماجد بن هزيم المسافري، غيارة مع شعار بن حسين. تحضر ثانيا علي بن محمد بن سيف بن حسين، ولكن أمجاد، أمجاد ولا غيارة، غيارة ولا أمجاد. الله
الله الله الله الله الله أمجاد غيارة بن حسين ولا شعار بن هزيم بن هزيم ولا بن حسين غيارة غادرت بالانتصار غادرت بالمركز الأول تهانينا والناموس أما ثانيا أمجاد مع بن هزيم وثالثا كانت بداية أو عفوا كانت علاج ثالثا كانت بداية محمد بن حمد بن ضيب بن سليمان الشامسي وأيضا من حضرت شكر سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي وعاشرا وخامسا كانت علاج خالد بن الله بن مزيد الحلامي 9 دقائق 44 ثانية 93 جزءا من الثواني تهانينا والناموس